حياك الله يا أخوي العزيز، الله يرضى عليك ويبارك فيك. بالنسبة لنسيان الحفظ اليوم الثاني، المشكلة تراود عدد من الأصحاب القرآن إذا جاء اليوم الثاني وجد أنه نسى أو قد نسي حفظه السابق. الجواب في هذا يا أخوي أن هذا الحفظ لم يؤصل بشكل جيد، يعني أصل الحفظ ضعيف، الحفظ بناء ضعيف، وبالتالي سرعان ما انهدم هذا الحفظ وذهب. ولهذا نقول قلل المقدار وكثف التكرار، كل ما كان حفظك قوي كل ما كان ثباته أكثر. وأنت إن تركت حتما ستنسى لا محالة، لكن مدة النسيان تختلف باختلاف قوة حفظك، فكلما كان حفظ أقوى كل ما كانت مدة نسيانه أقل. فلهذا أخي الكريم أوصيك أن تربط الحفظ القديم بالحفظ الجديد قبل أن تبدأ تحفظ. مثلا أنت وصلت اليوم عندك سورة التحريم من 1 إلى 3، بكرة عندك التحريم من 4 إلى 5، لا تبدأ من 4 إلى 5 حتى تمر على من 1 إلى 3، وهكذا كل يوم تربط حفظك القديم بالحفظ الجديد ثم تكثف الجديد، فإذا انتهيت منه عدت من بداية السورة حتى تربط وتثبت. أسأل الله أن يرزقك حفظ القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلني وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.